بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي شعبة سير واقتصاد، السلام عليكم. أعزائي، إثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد ما جزنا في السنوات الماضية على التنظيم الاستثنائي اللي فرضته علينا الأوضاع، وحاليا الحمد لله نحمد الله ونشكره على الصحة والعافية. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم البرنامج الكامل لمادة الرياضيات بالتفصيل، يعني واش أنا راني مقبل على سنة البكالوريا إن شاء الله في شعبة سير واقتصاد، واش راني رايح ندرس في مادة الرياضيات، شحال فيها من درس، شحال فيها من محور، واش راح ندرس بالضبط والتمام. إن شاء الله ما نكونش مطول عليكم بإذن الله. أعزائي الطلبة، ما تنساوش اللي راه مجدد يشتركوا في القناة وتصيبوا الرابط راه في أسفل القناة، حتى كيكون فيه جديد إن شاء الله راح يوصلكم كل يوم. وثاني دعمونا في باشتراككم، وإن شاء الله نكون معكم إلى نهاية السنة بإذن الله. نبدأ أعزائي بالمحور الأول. المحور الأول وهو اللي كل عام يجي في البكالوريا، واش من المحور هذا؟ هما المتتاليات. يعني راح نقدم لكم البرنامج الكامل، لأنه كان أمور كانت في السنة الماضية كان محاور ما درسوهمش أصلا السنة الماضية واللي قبلها، يعني البرنامج الاستثنائي هذا العام رجعت الأمور التي حذفت. عندنا في المتتاليات أعزائي الطلبة، أولا راح نمد لكم في الفيديوهات إن شاء الله، هذا إذا تبعتوني راح نستمر معكم بإذن الله، نمد لكم التذكير حول المتتاليات الحسابية، اللي هي من الشكل U لتشفاو U N زائد 1 يساوي U، أي العلاقة التراجعية U N زائد R، حيث R هو الأساس والحد العام اللي هو U N يساوي U 0 زائد N R، هذا الحد العام. وكذلك نتطرق إلى مجموعة الحدود، يعني S يساوي كذا كذا، والوسط الحسابي A زائد B يساوي 2 ب، يعني بالطبع نكونوا خفاف الظرف بأمثلة إن شاء الله. عندنا كذلك التذكير للمتتاليات الحسابية، يعني المحور تاع المتتاليات الحسابية طويل بزاف، فيه ربع أسابيع كاملة إن شاء الله، يعني شهر هذه بالنسبة للمدرس، أما بالنسبة للتلميذ مع التمارين إلى آخره راح تدي منك وقت إن شاء الله. عندنا العلاقة التراجعية تحية U N زائد 1 تساوي U N في Q، ولا Q U N، حيث Q هو الأساس، والحد العام U N يساوي U 0 أي الحد الأول في Q S N. كذلك نتطرق إلى مجموعة الحدود والوسط الهندسي اللي هو A في C يساوي B مربع، هذا يكون تذكير. ومن بعد واش عندنا هذا العام؟ عندنا الاستدلال بالتراجع، ما راح ندخل فيه بالتفصيل حتى كي ان شاء الله نلحقوا ليه. عندنا المتتاليات المحدوده، معناتها راح نشوف كيفاش تكون متتاليه محدوده من الاعلى، معناتها هاو المنحنى قال هاو المتتالية مثلا، ولا مثلا محدودة من الأعلى، محدودة من الأسفل، محدودة كي نقول كلمة محدودة معناتها نقصد به محدودة من الأعلى ومن الأسفل. كذلك نتطرق إلى المتتاليات الراتبة. لا تشفاو درستو الدوال في المتغيرات الدوال السنة الثانية ثانوي، كنتوا درتوا يعني تغيرات الدوال تكون متزايدة متناقصة، أو وفي بعض المجالات نوجدها
متزايدة تماما أو متناقصة تماما. كي نقول دالة راتبة معناتها في ذاك المجال إما تكون متزايدة تماما وإما تكون متناقصة تماما. كيف كيف نفس الشيء بالنسبة للمتتاليات الراتبة، رتابة متتالية كي نقول هكا ولا رتابة دالة، معناتها أولا راح ندرس تغيرات الدالة ولا التغيرات المتتالية، يعني إذا كانت متزايدة، إذا كانت متناقصة، إذا كانت ثابتة، وإذا كانت راتبة. معناتها كي ندرس تغيرات المتتالية راح يكون عندنا ثلاث حالات، وهو الفرق دراسة إشارة الفرق UN زايد واحد ناقص UN، كذلك عندنا المقارنة، عندنا المقارنة UN زايد واحد على UN، يعني عندنا ثلاث حالات، وعندنا تغيرات الدالة F، يعني كي تكون عندنا حالة متتالية الحد العام تاعها يكون من الشكل UN يساوي F ل N، يعني عندنا في التغيرات المتتالية عندنا ثلاث حالات بإذن الله إن شاء الله. واش عندنا ثاني بعد رتابة متتالية؟ عندنا النهايات راح ندرس المتتاليات المتقاربة، معناتها متقاربة يحب يقول كنا ندير ليميت UN تساوي L لما X يؤول إلى زائد لا نهاية، ولا نكتبها كذلك، نكتبها بدون هذيك، يعني بدون هذه نقدر نكتبها غير هكا، لأنه المتتالية UN حيث الآن المتغير عدد طبيعي، عدد طبيعي يعني من الصفر وطلع يعني موجب، إذن زائد لا نهاية، إذن مكان له نكتبوا هذه زائد لا نهاية كي نحقوا. وإذا ما كانتش هذا المتتالية متقاربة نقول عنها أنها متباعدة، يعني عندي حالتين، إما المتتالية تكون متقاربة وإما تكون متباعدة. كذلك راح نتطرق إلى المتتاليات ذات الحد العام اللي هو UN يساوي F لN، نفس الشيء. نتطرق إلى الرتابة والتقارب، وكذلك إلى نهاية متتالية هندسية، كيف تدخل مع النهايات، نهاية متتالية هندسية. واش بقى لنا ثاني؟ عندنا كذلك المتتاليات، عندنا المتتاليات اللي تكون نختم بها، اللي تكون معرفة بالعلاقة التراجعية، تكون على الشكل A UN زائد B، يعني هذه حيث هذاك الـ A يكون يختلف عن الصفر، يختلف عن الصفر، يعني هذه حالة خاصة للمتتالية التراجعية، حالة خاصة للمتتالية التراجعية UN زائد واحد يساوي F ل UN، يعني هذه حالة ندرسها إلا هذا الحالة تاعها، حيث هذه الـ F هي دالة تآلفية، F هي دالة تآلفية من الشكل AX plus B، AX plus B. ومن بعد واش ندير؟ ندرس، يعني ندرس هذا المتتالية، نقوم بدراستها من يعني أمثلة تمارين على هذا النوع تاع المتتاليات، نحسب الحدود تاعها، اتجاه التغير، التقارب، ندرس الرتابة تاعها، وهذا يكون حسب رتابة الدالة F، لأن قلنا الدالة يعني حسب رتابة هذا الدالة اللي هي دالة تآلفية. هنا رايحين نستعملوا ماذا نستعمل؟ نستعمل واحد النوع تاع المتتاليات هندسية هنا في التمارين، وهي VN يساوي UN ناقص B على واحد ناقص A. يعني باش تلحق لهذا السؤال يعطيك سؤال عن المتتالية الحسابية هذه، ومن بعد يعطيك سؤال تربطها مع المتتالية الهندسية هذه باش تلحق إلى السؤال هذه، أي استعمال هذه المتتالية الهندسية.
مات الخلع ما والو. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، إن شاء الله بإذن الله معايا ولا مع الأساتذة الأخرين اللي راهم في اليوتيوب، ربي يجازيهم كل خير وندعو لهم إن شاء الله، يعني كل واحد روجه وكل واحد ربي يعطيها على حسب نيته. هذا المكان إن شاء الله تدريجيا من الصفر، إذا كنت ما درستوش مليح النهاية المتتالية في السنة الثانية ثانوي نبدأها من الصفر، والأمثلة من البسيط إلى التعمق. أنا ما عنديش هذه كلمة سهل إلى الصعب، ما كاش في الرياضيات هذه، كاين البسيط إلى التعمق. والحمد لله أنت طالب وأنت طالبة راكم كي لحقت لسنة البكالوريا، يعني راك طالب، أنا بالنسبة لي راك طالب متفوق. لماذا؟ لأنك اجتزت يعني المرحلة الابتدائية ومن بعد المرحلة المتوسطة ومن بعد السنة الأولى ثانوي اللي هي صعيبة ومن بعد السنة الثانية ثانوي التي تعتبر جسر، والآن راك في سنة البكالوريا. إذن ماكش أنت لست طالب فاشل ولا طالب حابس كما يقولك مفريني، لا، أنت طالب ما تحقرش روحك، أنت طالب في يعني سنة البكالوريا. لم يبقى لك بإذن الله إذا ربي طول الأعمار إلا هذا العام وتفوت تولي طالب جامعي إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى لكم الجامعة إن شاء الله. شوفوا كاينة حاجة، لنظم روحه في المذاكرة، نظم روحك، الابتعاد عن الملهيات، لأنك راه خلاص ولا حالك أرمي وراك، متفاهمين؟ وكذلك اللي ما يتسرعش عنده برنامج يسير عليه ويمشي عليه بدون التسرع، بدون ما يكون شايط وخايف والخوف، واللي في الأخير اللي يتعب راه ينال. لكن مشي تتعب مثلا تسيب واحد يعمر في الرملة بالبالة ما يعرفش كيف يعمرها، يتعب ويسير لكنه ما يعرفش، في التالي كي يلحق تبقى له شوية يطيح. بصح كاين طريقة كيفاش تعمر الرملة بدون ما تجهد روحك بدون ما ولو تتعب، لكن ليس هذا مثال تيتكم معنى، ليس هذا أني راني نعمر الرملة، عمرتها في صغري بس هذا خلاص راني كبرت. درك الآن أعزائي نأتي إلى ماذا؟ إلى المحور الثاني. المحور الثاني وهو الاشتقاقية والاستمرارية على مجال الاشتقاقية والاستمرارية. صح، الاشتقاقية والاستمرارية، نبدأ بالقسم الأول وهو الاشتقاقية. الاشتقاقية واش عندنا؟ راح نعطيكم إن شاء الله كي نلحقوا المحور هذا راح ندو تذكير حول العدد المشتق اللي هو F فتحة لـ A، وكذلك الدالة المشتقة اللي هي F فتحة لـ X. معناتها راح نقوم بواش درستو، نشتق الدوال المألوفة أو الدوال المرجعية اللي درستوها في السنة الأولى ثانوي. كذلك نتطرق إلى التفسير البياني وبالخصوص إلى معادلة المماس اللي هي Y تساوي F فتحة لـ A ولا X صفر في بلاصة الـ A في X ناقص A زائد F لـ A. هذه عندها دور كبير معادلة المماس ويعني وفيها فيها. نتطرق كذلك إلى العمليات على الاشتقاق، يعني مجموع دالتين، الضرب في عدد حقيقي، واش عندنا؟ عندنا جداء دالتين، عندنا مقلوب دالة، عندنا دالة على دالة. هذو نتطرق إلى الاشتقاق تاعهم، خاصة اللي خدموا بها هي هذه اللي هي الدالة الناطقة، هذا النوع تاع الدوال. ومن بعد واش راح ندير؟ ندرو دراسة دالة، دراسة دالة. في دراسة الدالة هذه بالطبع راح نجبد المشتقات تجاه التغيرات. كذلك نتطرق إلى القيم الحدية المحلية، يعني قيمة حدية عظمى، قيمة حدية صغرى إلى آخره. كذلك كاين أمر مهم وهو مركب دالتين،
نتطرق إلى مركب دالتين. وهذا بالطبع مركب دالتين راح نرجع إلى الدوال المرجعية، نرجع ثانية إلى الدوال المرجعية. كي ندرسوا مركب دالتين احنا رانا في الاشتقاقية. إذن اشتقاق مركب دالتين يعني في رون اي. يعني رايحين نتعلم كيفاش نشتق الدالة اللي تكون من الشكل جذر U دو X. U دو X يعني هذه راهي مركبة من الدالة الجذر X والدالة مثلا U دو X، يعني راهي مركبة من دالتين. نتطرق كذلك إلى اشتقاق النوع هذا من الدوال اللي هي مقلوب الدالة U دو X أس آن. وقبل هذه نسيتها، لازم نتطرق إلى اشتقاق الدالة U دو X أس آن ومن بعد المقلوب التحاء إن شاء الله. وكذلك في نهاية الاشتقاقية راح نتطرق إلى دراسة دالة ناطقة اللي هي U على B. ديروا دراسة دالة، هذا كامل داخل في البرنامج تاعكم. يأتي الآن القسم الثاني وهي الاستمرارية. القسم الثاني الاستمرارية هي في الحق على مجال على أو عفوا الاستمرارية. شوف في الاستمرارية واش نديرو، استمرارية عندنا استمرارية دالة على مجال، يعني هذه هي اللي مبرمجة في البرنامج تاعكم. وكل الدول اللي راهي مقررة راح تدرسوها هذا العام، مقررة في مستوى السنة الثالثة ثانوي، كلها راهي مستمرة على كل مجال من مجموعة التعريفية. قبل ما ندخلوا في الاستمرارية الدالة على مجال، رايح بالطبع لازم نتطرق إلى استمرار دالة عند قيمة. لازم نتطرق إلى استمرار دالة عند قيمة. مثلا نقولوا إكسب عند قيمة، عند قيمة على اليسار على اليمين. لازم هذو أمور تعرفهم ويفيدونا مستقبلا إن شاء الله. عندنا كذلك الاستمرارية والعلاقة تاعها مع المعادلات، رايح ندرسوا مبرهنة القيم المتوسطة. القيم المتوسطة يعني ندرس المعادلة اللي تكون من شكل f دو x تساوي k. يعني باختصار مكلا ندخلوا في التفاصيل. عندنا المحور الثالث، محور الثالث هذا المحاور كامل أدرستهم السنة الثانية ثانوي ما عدا الاستمرارية، ما عدا الاستمرارية للا بقي كامل فيهم تذكير. عندنا المحور الثالث عندنا النهايات. في النهايات راح بالطبع سنتطرق إلى المستقيمات المقاربة. مستقيم المقارب العمودي، مستقيم المقارب الأفقي، مستقيم المقارب المائل إلى آخره. نتطرق كذلك إلى الوضع النسبي، الوضع النسبي لمنحنى والمستقيم المقارب خاصة المائل. ما واش نقصدو به؟ معناتها هذا كي نرسمو المنحنى ذاك المستقيم المقارب ارسمناه، المائل يعني بالاكثريه يعني المائل يكون وقتاش يعني في اي مجال يكون مرسوم فوقه وفي اي مجال يكون تحته، وين النقطه اللي يقطعوا فيها الى اخره، او النقاط النقطه ولا المهم. نتطرق كذلك الى نهايه داله مركبه. قلنا نهايه داله مركبة، كنا في درس الاشتقاقية قدمت لكم
يعني تعرفنا على الدالة المركبة والاشتقاق تاع الدالة المركبة، نزيد هنا في المحور الثالث هذا نهاية الدالة المركبة، وأخيرا النهايات بالمقارنة، النهايات بالمقارنة. طيب الآن بقى لنا المحور، المحور الرابع وهو دراسة الدوال، دراسة الدوال. دراسة الدوال هذا واش راح نديرو؟ يعني واش درسنا من قبل الاشتقاقية الاستمرارية النهايات، راح نوظفوهم هذا الثلث محاور، هذا الثلث دروس نوظفهم في دراسة الدوال. رايحين نحلوا التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي في النهايات، في المحور تاع النهايات أي مكتوبة دراسة الدوال، نحل تمارين الكتاب المدرسي، وكذلك نزيد نزودكم بحل تمارين خارجية إن شاء الله. المحور الخامس، محور معلش الخامس، الدوال الأصلية والتكاملات، الدوال الأصلية والتكاملات، صح، دوال الأصلية والتكاملات. واش عندنا؟ عندنا نبدأ بالأولى وهي الدالة الأصلية، الدالة الأصلية واللي يرمزوا لها بأف ماجيسكول يعني الحرف الكبير، حيث هذا الدالة الأصلية ما تحيلو ما والو، يعني مشتقة تاعها تعطينا اف دو اكس، يعني الدالة الأصلية تلعب عندها علاقة مع المشتقة. بيان سور الدالة الأصلية على مجال، نسيت على مجال، صح. راح نتطرق كذلك إلى مجموعة الدوال الأصلية للدالة، تكون من الشكل هكا أي اف دو اكس زائد ك. كذلك راح نتعلم كيفاش ندير الدوال الأصلية للدوال المألوفة، يعني نستعمل الدوال المرجعية اللي قريناها والسنة الأولى ثانوي، يعني راح نعطي أمثلة بسيطة فقط. كذلك الدوال الأصلية والعمليات على الدوال، مثلا جمع الدوال، مثلا ضرب في عدد حقيقي آخره. راح بعد هذا نأخذ أمثلة على يعني على أمر يخصكم ثم شعب تسير اقتصاد، على العلاقة بين الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية. ما عليناش رانا درنا الدالة الأصلية، الآن تكامل الدالة، تكامل الدالة، تكامل الدالة يعني هنا عندها علاقة بين تكامل الدالة وش نقصد به، وهو يعني الدالة الأصلية علاه داروا في محور واحد؟ لأنهم علاقة مع بعضهم ومساحة الحيز. كي نقول كلمة التكامل الانتجرال نرمزولو هكا بلكم شايفينو، كي نقول كلمة التكامل يعني نقصد به مساحة الحيز، مساحة حيز، حيز يكون تحت منحنى أي بين عددين A و B. مثلا نقول لك F ل B باش نحسب مساحة الحيز هي ناقص F ل A. أما التكامل هذا أعزائي الطلبة نرمزو له كيما هكا، كيما قلت لكم هكا مثلا A، ولا هنا نديرو B، وهنا نكتبو F ل X، وهنا DX. هذه رايحين إن شاء الله يعني الرمز تاعو هذا عدد، هذا العدد رمز التكامل. نقراوه، نقراوه التكامل، شو كيف نقراوه؟ التكامل من A إلى B ل F دو X تفاضل X، يعني هذه كدي نقراوها تفاضل X، لأنه كاين هنا في التكامل كاين المعادلة التفاضلية، يقراوها الشعب، شعبة علوم تجريبية رياضية وتقنية رياضية، انتم ما شتهاش ما يش دخلها في البرنامج تاعكم، لكن تدرسوا التفاضل لأنهم هما هذيك المعادلة التفاضلية يستعملوها في العلوم الفيزيائية وانتم ما تقراوش الفيزياء. عمليا أعزائي الطلبة باش نحسبوا هذا العدد اللي راهو أمامنا تاع التكامل،
أول خطوة لازم نعين الدالة الأصلية اللي الدالة أف على مجال. أنا هم أعطوني في التمرين في البكالوريا أعطوني الدالة لوغاريتمية ولا الدالة أسية راني ندرس فيها. هذا السؤال يجي بعد رسم المنحنى، بعد رسم المنحنى. إذا كنت رسمت المنحنى صحيح هذا السؤال راح يكون صحيح، المنحنى خاطئ هذا السؤال راح يكون خاطئ، لأنه يجي بعد رسم المنحنى يجي في الأخر هذا السؤال. واش قلنا ثاني؟ وراح يعني يطلبوا منك يقول لك احسب لي العدد هذا مباشرة، احسب لي مساحة الحيز كذا. انت تجي تحسب العدد هذا لازم تكون تعرف تقوم بتعيين الدالة الأصلية للدالة اللوغاريتمية والأسية اللي طوها لك في بداية التمرين في موضوع البكالوريا. إذن ما تحير ما تحل فمك ما عينيك والو، أمر سهل. أنت كيفاش لحقت للتيرمينال؟ كيفاش حتى لحقت لهذا القسم لهذا اللحظة اللي رانا متقابلين فيها؟ راك مقابلني في الجهة أخرى وأنا مدرس فيك. كيفاش حتى لحقت لهنا؟ وهذا كامل بفضل الله سبحانه عز وجل، صح؟ إذا بديتها من السنة الأولى وراك طالع السنة الثانية المرحلة الابتدائية المتوسطة، ومن بعد السنة الأولى ثانوي، ومن بعد السنة. إذن هكذا الرياضيات في الترمينال، نبدأ حبة بحبة حبة بحبة. الدالة الأصلية حاجة جديدة عليا، نعم جديدة، نبدأ ونعرف الدالة الأصلية. إذن باش نحسب هذا العدد لازم نعين الدالة الأصلية. إذن ما هي علاقته بالدالة الأصلية؟ أي تكامل من A إلى B لF دو X تفاضل X يساوي ماذا؟ يساوي الدالة الأصلية يعني بين الحيز أي بين العددين A و B يساوي أي مساحة الحيز F ل B ناقص F ل A. هذا كين الحقول للدرس بإذن الله عادي جدا جدا. كذلك سنتطرق بإذن الله إلى خواص التكامل، يعني علاقة شال، الخواص الخطية، خواص الترتيب أو المقارنة. نتطرق إلى القيمة المتوسطة على مجال، يعني الدالة الأصلية التي تنعدم من أجل قيمة، والهدف من هذا التكامل أو السؤال اللي يجيك في البكالوريا مع التالي، وهو حساب المساحات. يعني الهدف من السؤال في الدالة الأصلية والتكامل يعني هو حساب مساحات. معناتها راح يطلب منك حساب مساحة حيز يكون محدد بين منحنيين. المحور السادس، المحور السادس وهما الدوال اللوغاريتمية والأسية. الدوال اللوغاريتمية والأسية. طيب نبدأ، أنتم تبدأوا العلميين وكامل الرياضيات والتقنية يبدأوا بالدالة الأسية، أنتم بالدالة اللوغاريتمية ما يهمش لأنهم عندهم علاقة مع بعض. عندنا الدالة اللوغاريتمية، كل واحد كيف يدير ليا واحد لا لا، اللي نرمزولها بألان إكس. هذاك الإكس ما هو إلا متغير. كي نقول لك مثلا إكس مربع ولا دالة مقلوب ولا جذر إكس، هذا كامل متغيرات. هذاك ثاني ألان إكس متغير، صح؟ عادي جدا جدا. كواش راح نديرو هنا؟ راح بالطبع نعرفوا الآلان، إشارة ألان إكس، الخواص الجبرية اللي تلعب دور كبير، لأنه مرات يعطونا عبارة ألان ولازم ننبسطوها إلى آخره. ومن بعد ندرسوا هذه الدالة البسيطة في الآلان اللي هي الدالة ألان إكس، هذه هي البسيطة. ندرسوا يعني المشتقة تاعها، سلوك تقاربي، تمثيل البياني إلى آخره. ومن بعد واش عندنا؟ حل معادلات ومتراجحات تحمل عبارات لوغاريتمية. ومن بعد عن ندرس، بعد ما درسنا هذا الدالة البسيطة واش نديرو؟ ندرس الدالة اللي تكون على الشكل ألان رون إي. ألان رون إي معناتها نقول لك
هنا عندنا ألان إكس، نقول لك ألان U دو إكس، مثلا نقول لك ألان إكس مربع ناقص 3 إكس زائد 2، هاي ألان هنا دالة مركبة، ألان إكس و دو إكس تساوي إكس مربع ناقص 3 إكس زائد الإثنان، يعني هذا الدالة المركبة ألان رو U. بالطبع راح ندرس الدالة إذن النهايات اشتقاقية والاستمرارية جدول التغيرات التمثيل إلى آخره. عندكم هنا يدخل مع الدالة اللوغاريتمية ندرسوا الدالة ذات الأساس أ، دالة ذات العين منين تدرسوها في التزايد المقارن، تزايد المقارن هنا أنتم ما تدرسوها مع الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس أ اللي هي تكون من الشكل أ أس إكس. كذلك ندرس اللوغاريتم العشري، اللوغاريتم العشري اللي نرمزلو بلوغ، لوغ حيث لوغ إكس يساوي ألان إكس على ألان 10، كاين الحقول هذه سهل على ذيك يسموه اللوغاريتم العشري. صح، كملنا مع الألان. ذرك عندنا الدالة الأسية، الدالة الأسية واللي نرمزلها بأسية إكس، نرمزلها وهذا هو الرمز. بالطبع في البداية راح نمد التعريف الخواص الجبرية، ندرس هذا الدالة الأسية البسيطة اللي هي ندرس المشتقة تاعها، التمثيل البياني، السلوك التقاربي، النهاية إلى آخره. ومن بعد كيف كيف نفس الشيء راح نقوم بحل معادلات ومتراجحات تحمل عبارة أسية. وثاني عندنا أمر مهم جدا جدا في دراسة الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية، وهي النهايات الشهيرة، النهايات الشهيرة، نهايات الشهيرة هذه نهايات هذا راح تكون راح ندخلوا في التزايد المقارن، تزايد المقارن يعني هذا النهاية الشهيرة راح تكون انطلاقا من الدوال، يعني انطلاقا من الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية والدالة النونية أي X أس N. صح، هذا النهاية الشهيرة مثلا نعطيكم مثال واللي هي ليميت أسية X على X تعطينا زائد لا نهاية، هذه النهايات نخدم بهم في البكالوريا، هذا الرابعة كاينة ربعة X لما X تؤول إلى زائد لا نهاية. عندنا كذلك ليميت X في أسية X تساوي الصفر لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، تقدر هنا تكون إكس أس أن كما تقدر هنا تكون إكس أس أن. ها صح، عندنا كذلك ليميت ألان إكس على إكس تعطينا الصفر لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، في الألان ما كاش ناقص لا نهاية، ألان ما فيهاش ناقص لا نهاية. عندنا ليميت عفوا إكس ألان إكس تعطينا الصفر لما إكس تؤول إلى صفر زائد، يعني في الألان مكاش صفر زائد صفر ناقص ومكاش ناقص لا نهاية. ومن بعد نفهمكم واش نقصدوا بهذه صفر زائد صفر ناقص. كذلك راح نتطرق إلى نهايات، حساب نهايات تتضمن أي إكس أس أن وأسية إكس يعني، وكذلك عندنا دالة أخرى تدخل في الدوال في التزايد المقارن وهي دوال القوى، دوال القوى يعني هذه نختم بها المحور اللي تكون من الشكل أ أس إكس. قاولنا محورين مهما الإحصاء والاحتمالات، المحور السابع الإحصاء
يعني بيناتنا هو داخل في البرنامج بس عمره ولا طاح في البكالوريا، عمره ولا طاح في البكالوريا، هو داخل في البرنامج. إذا ما نتسرعوش كي نلحقوا في آخر، لأنه راهم في آخر السنة بالك يلحق نلحقوا اليوم. يعني ربي العلم عند الله سبحانه عز وجل، ربي هو اللي يعلم الغيب، ثم نشوفوا مع الأساتذة إذا صوتوه صوتيناه ما صوتوهش رانا معاه يعني في الإحصاء، راح يدير لكم السلسلة الإحصائية لمتغيرين عددين اللي قريتوها، التمثيل بسحابة نقطة، النقطة المتوسطة تعديل الخطي، سلاسل إحصائية من الشكل، يعني لاحظ تدخل فيها الآلان من الشكل هذه وآلان إكس وكذلك آلان إكس أو تكون هكا إجرك، يعني هذا الشكلين هذا واش كاين عندنا في الإحصاء. معنيناش عندنا المحور الأخير واللي يطيح في البكالوريا، المحور الثامن وهما الاحتمالات. الاحتمالات يعني طاحوا بزاف وصنارة النظام الكامل. يعني واش راح نعطيكم؟ راح نعطيكم تذكير، تذكير واش نديروا بالتذكير هذا؟ راح بالطبع قانون الاحتمال، التجربة العشوائية، شجرة الاحتمالات والجداول، كاين اللي ما يفرقش بين شجرة الاحتمالات وشجرة الإمكانيات، هذو اللي درسوا لربما ما درستوش الاحتمالات ما هدرناش، الهدرة نبدأ من الصفر. برك انتوما في التعليق قالوا أستاذ ما درسناش الاحتمالات، أنا نعرف ما درسناش المتتاليات، أنا نعرف نبدأ لك من الصفر صح، يعني نهضر على الناس اللي تبعوني صح. عندنا ثاني العد، العد يعني نعطيكم ملخص عليه، وراني داير ملخص يعني ما كان له الدرس والآخر ولا، يعني العد فيه القوائم، قوائم يعني مباشرة قالها واش كاين والأمثلة، الترتيبات، ترتيبات، التبديلات، ومن بعد نتطرق مع العد ثاني إلى التوفيقات، توفيقات كذلك يجي المتغير العشوائي، علاش ما يدرسوكمش الإحصاء؟ لأنه هذا بحد ذاته داخل في الإحصاء، متغير العشوائي. عندنا الآمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري إلى آخره، ومن بعد عندنا في الأخير الاحتمالات، احتمالات الشرطية، الشرطية اللي نرمز لها بي بي أ لي بي يعني ثاني، ومن بعد يجوا الحوادث المستقلة وتدخل معهم شجرة الاحتمالات والشجرة في الأخير شجرة المتوازنة. أعزائي الطلبة في أسفل الوصف يعني الديسكريبشن تصيبوا الاشتراك في القناة وتصيبوا كذلك المدونة، هذه المدونة راني ننظم فيها الفيديوهات باش ما يهملوا لكش، لأنه في القناة مخلطين ماغري كاين بلاي ليست بصح مخلطين، هذه المدونة تصيب الفيديوهات الخاصين بك مرتبين باش ما تتعبش إن شاء الله. إن شاء الله أعزائي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وخلوني نقرأ التعاليق تاعكم في الكومنتس ولا كومنتير وأعطوا رأيكم، يعني باش نبدأ إن شاء الله انطلاقة جديدة، انطلاقة صحيحة، انطلاقة مبنية على الصح، مبنية على المذاكرة اللي تكون منظمة. يعني أنا كطالب شعبة تسيير واقتصاد ما نحتقرش نفسي، لأنه بزاف تاع تسير اقتصاد اللي يقول لك لا ما تحتقرش نفسك، نعرف بزاف ناس جابوا بكالوريا تسير اقتصاد والآن راهم إطارات كبار في الدولة ما شاء الله وربي يبارك فيهم، كاين منهم اللي واحد نعرفه راهو أستاذ في الرياضيات ومن الأساتذة المتفوقين وكان تلميذ عندي، عرفوه مليح ربي يبارك له ربي يجازيه كل خير يعني، وخلي اللي راهم يخدموا في الشركات يعني بزاف اللي داروا تخصصات وراهم يخدموا تسير اقتصاد في الشركات تاع الهواتف، في الشركات تاع
التكنولوجيا خاصة التيلي كومونيكاسيون إلى آخره، بزاف بزاف لي دومين، ما تحتقرش نفسك. إذن أعزائي ما نطولش عليكم، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.